السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. هذه المرة من محافظة الحديدة، هنا في ملعب يعني تقريبا جديد يلمع بقراطيسه بدعم من شركة بيت هايل سعيد أنعمح، كما ذكر المدونة الشخصي خالد شايع في صفحته بالفيسبوك. وكان هو ملعب العلفي محافظة الحديدة، وكان الافتتاح هذا أو فيه هو المباراة، وكان حضور يعني في يعني شيء مطور كده، شيء يعني ما دام الفلوس موجودة كل شيء يصلح. كان الدعم بمبلغ 300,000 دولار يعني، وشاهد هنا الجمهور نزل وسط الملعب، هو شكله مفروش زل صناعي وليس انه عشب اخضر، فما صدقوا الجهال نزلوا يلعبوا يتقلعبوا داخله، وهنا سيارة اسعاف وجمهور، والمصور برضه اظهر الامور على ما يرام، اسعاف وطاقم طبي، ف يعني مبادرة رياضية. هنا بعض التعليقات نقرأ لكم بعض التعليقات وبعض الردود. المعلق الأول يقول لهم بصمات لا ينكرها إلا جاحد، وأيضا منتخب الناشئين لولا دعمهم بعد توفيق الله للمنتخب ما وصلوا المستوى الذي رفع رؤوسنا، يقصد كأس آسيا. هذا التعليق من عند أبو عمر حمودة الخياري. هنا في تعليق يعني مستغرب تقريبا على المبلغ، اللي هو علي أبو ذيبة، كم 300,000 دولار عاد تشتروا نادي الأهلي؟ أيضا نقرأ تعليق آخر، بلال أبو شاهر صرح شامخ جزاهم الله خير، الرياضة تستحق الاهتمام، عاد الجشوش ما سووا شيء، لو أنا بمكانهم إن قد صلحت قصر مذبح من زمان. مش دخل قصر مذبح في الرياضة. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختم هذا الفيديو والخبر الذي قرأ جديدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.